يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولكن لا آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حقا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم حقا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حقا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حقا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم يا دافيع البليات يا دافيع البليات دافيع البليات يا دافيع البليات اللهم يا رافي الدرجات يا رافي الدرجات يا رافي الدرجات يا رافي الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات
اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا هادي يا نور يا هادي يا نور يا هادي يا نور يا هادي يا نور اللهم يا هادي يا منبر يا هادي يا منبر يا هادي يا منبر يا هادي يا منبر اللهم يا مطيع السائلين يا مطيع السائلين يا مطيع السائلين يا مطيع السائلين اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم يا دليل المتهجرين يا دليل المتهجرين يا دليل المتهجرين يا دليل المتهجرين اللهم يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حقا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا 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 يا حبيب الله اسمع قالنا 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 اننا في بحر غم مغرق خديت سهل لنا اشكالنا يا رسول الله انظر حالنا
یا شہنشاہ نقشبند شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا شہنشاہ نقشبند شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا شہنشاہ نقشبند شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا شہنشاہ نقشبند شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا حضرت المجدد الفسانی شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا حضرت المجدد الفسانی شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا حضرت المجدد الفسانی شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ، یا حضرت المجدد الفسانی شہین اللہ امداد کن فی سبیل اللہ. حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ختم خواجگاہ کمپلیٹ، شجرہ شی پڑھیا جائے گا، اللہ دے پکیزہ بندیاں دا ذکر ہوئے گا. میں کتاباں دے اندر پڑھیا جتھے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہووے نا اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ضرور ہوندا ہے. اس وجہ تو اپنی دکھ مصیبت اور اپنی پریشانیاں اپنی جولی دے وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ یا اللہ جڑے ولیاں دا ذکر ہو رہا انہاں ولیاں دے صدقے ساڑیاں تمام پریشانیاں دور کر دے. اکھاں بند کر کے تصور دے نال تسی ہر لفظ دے اتے آمین کہنا ہے. تے میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ جڑا انسان اپنی دکھ مصیبت پریشانیاں اپنی جھولی دے وچ رکھ کے انہاں ولیاں دا صدقہ دے، اللہ کریم تمام پریشانیاں نو دور کر دیندا ہے. ہوں دوستو اپنی اکھاں بند کر لو، اپنی کوشش کرو اتحیات دی شکل چ بیٹھن دا. اگر کوئی دوست بیمار ہے وہ جس طرح مرضی بیٹھ سکتا ہے، تے تصور کرو کہ یا اللہ اسی گناہگار ہاں پر انہاں ولیاں دے صدقے ساڈی بخشش کر دے. حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اے نقش بند عالم نقش میرا بابند، نقش چنا بابند کے گوے نقش بند. یا اللہ میں بندہ آسی نال خطا ماں بریا، فضل کرے تا بخشش پاوا تیری شان کبریا. تیری رات رحیم کریم خدایا ساریاں بخش خطا ماں، صدقے پاک محمد سرور صدقے کل اولیاوا. حضرت ابو بکر صدیق بیارے شاہ سلمان حقانی، امام قاسم جعفر سواد خواجہ جی بستامی، ابو علی حسن ابو علی پیارے تو یوسف حمدانی، عبدالخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی، عزیزہ علی سماسی بابا امیر کلال لسانی، شاہ بہاءالدین بخاری علاو الدین عطار محبوب گرامی، شاہ یعقوب عبیداللہ پیارے محمد زاہد واشانی، درویش محمد خواجہ امکنگی باقی باللہ لسانی، حضرت امام مجدد صاحب شام مسوم مواری، مجد اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری، جمال اللہ محمد عیسیٰ فید اللہ تیراہی، حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چراہی، نواری میں صدقے جاواں جندری گول گماواں، خواجہ احمد نبی شاہ صاحب افضل کل اولیاواں، سونا نام مبارک حضرت حیدر شاہ پیارا، جنہاں دے صدقے معاشر اندر ہونا پار اتارا، مولی اسیر سور جگنو سید فضل شاہ شہزادے، سینہ نور تو عید و بریا کامل مرد خدا دے، جدوی مریے ایمان سے مریے مولا اسی سارے، استفیل پیر سید محمد کبیر علی شاہ پیارے، آجستے مسکین ناتائیں سینے نہ لگان دے، پیر صوفی مبارک علی چراہی ہیں سب تو پیارے، عشق اویسی پاکے سونے دل دی شمع جلائی، نور و نور ہویا زمانہ وا سونی روشنائی، سینہ نور توحید و بریا ظاہر با تنکاری، رب سونے رضوان مبارک دا کیتا فیض جاری، نظر آنا ہے جس تے پاون کسے میدار نہر دے، جنہاں نے ذکر اللہ دے کیتے موتوں کدی نہ ڈر دے، بابا سونا مرشد میرا بابا سونی نازا، صحبت مجلس پیر میرے دی کر دی مہر مرازا،
دین دنیا دے کم تمامی فضلو آپ سواری نال اینا اولیا و ربا آجز حشر اٹھامی یا الہی سب دوائے لطف سے مقبول ہو جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہو حق لا الہ الا اللہ Hey!
अल्लाह दी याद तो गाफिल ना होवो क्योंकि सो दम काफर सो दम गाफिल साडे मुर्शिद सानू एही सबक पढ़ाया हो कि मुर्शिद करीम ने इस तरह ना सबक दिता कि बेटा हर वक्त उस माल के खैल के कायनात नू हर लम्हा याद रखो किस तरह याद रखो ये भी आपने तरीका दसिया हुण कोशिश करो अखां बंद कर लवो जुबान उपर तालू दे नाल लगा लवो लबां नू लबां दे नाल दंदां नू दंदां दे नाल मिला लवो अपनी सांस दे उत्ते गौर करो कि तुहानू सांस आ भी रही है ते सांस जा भी रही है सांस अंदर आए अल्लाह बाहर आए हो अल्लाह हो अल्लाह दोस्तों इस तरह जिक्र करन देना जिक्र खफी है कि जिस तरह के मेरी मावा पहना भी क्योंकि इन वास्ते हुक्म नहीं जिक्र जाहर यानी कि बुलंद आवाज दे नाल जिक्र करन दा इन बारे हुक्म ए वे के जिक्र खफी करो ओ जिक्र खफी ऐसे तरह कीता जांदा है कि इंसान अपना कारोबार भी करे और उस माल के हकीकी नूं याद रखे इस तरह जिक्र करो वेखो अल्लाह दियां किवें रहमतां होंदियां दोस्तों हुण अपनी गर्दन अपने दिल वल झुका लो जुबान उपर तालू दे नाल लगा लो लब्बां नूं लब्बां दे नाल दंदां नूं दंदां दे नाल अपने सांस दे उत्ते गौर करो तुहानूं सांस आ भी रही है ते जा भी रही है सांस अंदर जाए अल्लाह कहना बाहर आए हो या अरहमर राहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों हम कुछ देर वास्ते तसव्वुर दे नाल जिक्र करना है अपनी गर्दन अपने दिल वाल झुका लो अपनी गर्दन और अपनी अखां दे अंदर अपने पीर मुर्शिद जो कितने भी बैत है अपने मुर्शिद करीम दा तसव्वुर रखे जो कोई दोस्त किधरे बैत नहीं उस सबज गुंबद दा तसव्वुर रख के अपने दिल वाल तवज्जो करे तुहाडा दिल ठक ठक दी बजाय अल्लाह 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 कह रहे या अरहमर राहिम
بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي 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 قيوم صلي على نبينا صلي على محمد صلي على كريمنا صلي على صلي على كبيرنا صلي على محمد صلي على شفيعنا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے محفل چ بیٹھو ادب دے نال بیٹھو اے عام محفل نہیں میں بس نقیب محفل دے مائک پیش کرن لگا بس میں تانوں دسن لگا کہ اے محفل جیڑی ہے نا ایس جیڑی محفل ہے محفل کئی رنگاں تے استعمال کیتا جاندا لفظ کوئی دنیاوی ہووے کوئی اللہ معاف کرے او اج کل او نواں نشہ نکلیا او سجا لین تے کہندے نے اسی محفل چ بیٹھے ہیں کوئی جوا کھیڈدا ہووے او کہندا اسی محفل چ بیٹھے ہاں کوئی بازار دے وچ چار دوستاں نوں بٹھا کے سمجھدا اسی محفل چ بیٹھے ہاں
यार ओना दी महफिल इस तरह दी महफिल दुनियावी लिहाज दे नाल कदी चौंका दे विच कदी कारखानियां दे विच ते मैं कुर्बान ना जावां अल्लाह करीम ने सानू चुनिया भी अपने महबूब दे जिक्र वास्ते चुनिया भी अपने महबूब दे जिक्र वास्ते भी ते जिदे बारे अल्लाह करीम ने फरमाया वरफअना अलाका जिक्रक के महबूबा हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इस वास्ते अदब दे नाल बैठो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में से। अदब जब सिखाता है इदाबे खुद इगाही फिर खुलते हैं शहनशाह असरारे शहनशाही। याद रखो पहला इंसान जेड़ी चीज मिली है ना वो मोहब्बत तो ही मिली है वो अदब तो ही मिली है। अदब दे नाल बैठो नाराए तकबीर हाथ चुके बोलो नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी अजमत और शान मुस्तफा मकामे मुस्तफा आस्ताना आलिया चूरा शरीफ फिजाने चूरा शरीफ जीवे 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 बिस्मिल्लाह।